صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا وصلنا المحاضره ديت عن الار في اوفر درايف بيسنج ان اس في تي وريسبونس للاس في تي للار في اوفر درايف بيسنج. احنا وصلنا لمرحله الار في اوفر درايف بيسنج امتى؟ احنا بنحاول نوصل دايجنوزس في عيان الاس في تي من اول ما بيجينا، ما بنشوف الكلينيكال داتا بتاعته والريستنج اي سي جي والاي سي جي ديورينج تاكيكارديا علشان نوصل لدايجنوز زي ما دكتور محمد بيومي قال. وبعديها بندخل عيان الايبيلاب، ولما ندخل عيان الايبيلاب اول حاجه بنعملها هو الاستدي البرست والاكسترا ستيمولس سبيسنج من الاتش ام والفنتريكل. الهدف من الاستدي في الاول، يمكن اهم حاجه معلومه عايزين نطلعها، انه علاقه الفنتريكل بالاتش ام اي في عيان الاس في تي. احنا عارفين انه نارو كومبلكس تاكيكارديا في الانتي جريد لمب عن طريق النود، لكن الريترو جريد لمب ممكن يكون نودال ممكن يكون اكسسوري. فالهدف من الاستدي في الاول اعرف علاقه الفنتريكل بالاتريوم، ثم تيجي التاكيكارديا اندكشن. وقت ما بنعمل تاكيكارديا اندكشن احنا بنستدي التاكيكارديا فيتشرز زي ما دكتور احمد قال. احنا بنشوف بقى التاكيكارديا انيشيشن ترمينيشن الاوسيليشن في سايكل لينث الاتريال اكتيفيشن سيكونس الايفكت على اوف باند برانش بلوك على التاكيكارديا، ثم بنخش نعمل مانوفر لانه بنكون جمعنا داتا وصلنا للبروفيشنال دايجنوزس، لكن احنا عايزين في الاخر نفاينلايز الدايجنوزس دوت عشان نجو فور ابليشن. تمام، فالمانوفرز اللي عندنا الافيلبل نقدر نعملها في الاي بي لاب بالبيسنج، يا اما مانوفرز نعملها ديورينج ساينس ريزم او مانوفرز نعملها ديورينج تاكيكارديا. ديورينج ساينس ريزم احنا عندنا الار في ديفرنشال بيسنج والهيس والباراهيسيوم بيسنج، وديورينج تاكيكارديا احنا عندنا بيسنج يا اما من الاتريوم يا اما من الفنتريكل يا اما بيرس بيسنج يا اما اكسترا ستيمولس بيسنج. فالار في اوفر درايف بيسنج هي مانوفر هتتعمل ديورينج تاكيكارديا، والهدف منها ان انا اوصل لفاينل دايجنوزس علشان اجرب بعد كده للابليشن. الحقيقه انه الار في اوفر درايف بيسنج هي مانوفر فيها داتا كتير نقدر نطلعها من اول ما نبتدي البيسنج لحد ما بنترمينيت البيسنج. بس علشان نقدر ننتربريت الريسبونس للار في اوفر درايف بيسنج لازم نبقى عارفين حاجتين، عارفين السيركت ماشيه ازاي، وعارفين لما هعمل ار في اوفر درايف بيسنج البيسنج ده هينترفين مع السيركت دي ازاي، فيتم الانتربريتيشن لاي حاجه بعد كده يكون منطقي. فاول سيركت هي الاي في نود سيركت، ده رسم كروكي بقى معلش. السيركت في الاي في ان ار تي هي سيركت موجوده في النود ما بين السلو باث واي والفاست باث واي، الانتي جريد كوندكشن عن طريق السلو باث واي والريترو جريد كوندكشن عن طريق الفاست باث واي. طيب الاتريوم والفنتريكل في السيركت دي جزء من السيركت ولا لا؟ ما هماش جزء من السيركت، الاتريوم والفنتريكل بيبقوا اكتيفيتد باسيفلي. طيب الاتريوم والفنتريكل والاتريوم العلاقه بينهم ايه؟ اكتيفيتد ايه؟ سيكوينشلي ولا ان باراليل؟ لغيني امل علاقه الاتريوم بالفنتريكل في الاي في ان ار تي مفيش ريليشن بينهم، الاثنين اكتيفيتد ان باراليل مش سيكوينشل. تمام، طيب لو احنا عملنا بقى ار في اوفر درايف بيسنج في عيني الاي في ان ار تي ايه اللي هيحصل؟ لو انا ببيس من الفنتريكل فانا ببيس بعيد عن السيركت. تقولي يا امل؟ في الاي في ان ار تي لما ببتدي بيسنج ببيس من الار في ابيكس، فانا بعيده عن السيركت ولا قريبه؟ لا، انا بعيده عن السيركت شويه. طيب ولما ببيس من الفنتريكل انا الهدف ان انا انترفيد مع السيركت واصرحها. في الار في اوفر درايف بيسنج احنا بنبيس شورت ذان تاكي كارد سايكل لينث ب 10 ملي سكند 20 30 ملي سكند ونشوف الريسبونس ايه. طيب علشان انترفين مع السيركت دي مع الاي في ان ار تي واصرحها، انا هانترفين مع الريترو جريد لمب اوف ذا تاكي كارد اللي هو الفاست باث واي. ولما بعمل كده انا غيرت علاقه الاكتيفيشن ما بين الفنتريكل والاتريوم، ما بين بعد ما كانوا اكتيفيتد ان بارلل بقى اكتيفيتد سيكوينشلي. دي اول حاجه هنعملها. طيب ولما بيس من الفنتريكل يا ترى الاتريال اكتيفيشن سيكونس ايه في البيسنج كومبيرد للتاكيكارديا؟ طالما انا رجعت على نفس الريتروجريد لامب للتاكيكارديا فانا برضو هحافظ على نفس الاتريال اكتيفيشن سيكونس. لو عندي اثاره سي اس او عندي اثاره في الهاي رايت اتريوم في الاي في ان ار تي هيكون الريتروجريد اتريال اكتيفيشن على السبتم، ولو عملت بيسنج هيظل برضو نفس الكلام. طيب هل اول ما ابتدي بيسنج من الار في هقدر اسرع التاكيكارديا على طول كده واسرع الكوندكشن في الفاست باث واي؟ ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ايه؟ انه التاكيكارديا كانت شغاله
وقت ما كانت شغاله كان الفنتريكل اكتيفيتد انتي جريتلي بوي فرونت نازله على الايفي نود. وقت ما هبتدي اعمل بيسنج فانا هبتدي هيبقى في ويف فرونت ثانيه للبيسنج جايه من الفنتريكل. والويف فرونت الريتروجريد دي عايزه تسرع توصل للفاست باث واي عشان تسرعه. فهيحصل كده مرحله كفاح ما بين البيسنج اللي حاصل وما بين البيسنج اللي حاصل في الفنتريكل وما بين السيركت والانتي جريد ويف فرونت ليها. لو احنا تخيلنا كده انه الاحمر دوت دي الكيو ار كومبلكسز بتاع ديورنج التاكيكارديا واحنا بنبيس من الفنتريكل اقصر شويه من سايكل لينث اوف ذا تاكيكارديا، معنى كده ان انا في كل مره بقابل الانتي جريد ويف فرونت مور بريماتورلي وبسبقها. يعني لو تاكيكارديا سيركت والانتي جريد كوندكشن كده وانا ابتديت البيسنج هبتدي اكونسيل مع التاكيكارديا دي في سام بوينت في الهيسبركينج سيستم. المره الجايه هبقى جاي بدري شويه فهقدر امشي خطوه اكتر لحد ما يوصل انه اقلب الاكتيفيشن كله من البيسنج لحد ما يوصل للفاست باث واي وسرعه. في المرحله دي هيبتدي بس التاكيكارديا تسرع. طيب المرحله دي اسمها ايه؟ سوري انا بقى انا رحت انا هرجع انا عايز ارجع طيب بس كده حلو. الفترة الكفاح اللي ما بين البيسنج اللي حاصل من الفنتريكل وما بين الانتي جريد ويف فرونت الفترة دي بيسموها ترانزيشن زون. في الترانزيشن زون دوت المفروض انه بتحصل تشينجز على مستوى الكيو ار اس كومبلكس وتشينجز على مستوى الاتريوم. في الفترة دي الكيو ار اس كومبلكس هيبقى ميكس ما بين البيسنج، لو رجعنا للرسمة دي الكيو ار اس كومبلكس اللي هيبقى حاصل هنا هو ميكس ما بين البيسنج اللي حاصل نتيجة في الار في وما بين الانتي جريد ويف فرونت. وفي كل مره البيسنج الكونتريبيوشن بتاعه بيزيد لحد ما اوصل لكومبليتلي بيز مورفولوجي. لو احنا نفتكر في الاي في بي لاب كده احنا بنعمل بيسنج من الفنتريكل ونفضل مستنيين شويه لحد ما نلاقي ان الكيو ار اس كومبلكس بقى شكله بيورلي بيز عشان نقدر نكومنت على البيسنج اللي عملناه وعلى المانوفر بعد كده. فتره الترانزيشن زون دي قلنا هيحصل بروجريسيف فيوجن على مستوى الكيو ار اس كومبلكس لحد ما يبقى واخد البيورلي بيز مورفولوجي. طيب على مستوى الاتريوم، على مستوى الاتريوم سوري انا ما برجعش برضو. اوكي على مستوى الاتريوم فترة الترانزيشن زون او فترة البيسنج اللي في الاول ما بيحصلش حاجة في الاتريوم. ليه؟ لان انا ما قدرتش اوصل له لسه، الاتريوم ملوش اكسس تاني من الفنتريكل غير الفاست باث واي، مش هتقدر تسرع الاتريوم الا لو قدرت تسرع الكوندكشن في الفاست باث واي. تمام؟ طيب بعد ما اوقف بيسنج من هنا ايه اللي هيحصل؟ اللاست في اللي حصل نتيجة البيسنج هتعمل ريتو جريد اي، وبعدين هيحصل اي وفي عادي خالص زي ما كانت السيركت ماشية، لانه الانتي جريد كوندكشن عن طريق سلو باث واي اللي احنا ما كناش دخلنا فيه بالبيسنج. طيب وهيكون الفي اللي هتبقى ريكوردد على استارت الار في البوست بيسنج انترفال ده قد ايه؟ هيبقى طويل لانه احنا التايم من البيسنج لحد السيركت ثم ريترو جريدلي ثم انتي جريد ثم البيسنج تاني، فيكون البوست بيسنج انترفال طويل. ولو خصمنا منه التاكي كارديا سايكل لينس فهو هيعبر عن المسافه ما بين البيسنج وما بين السيركت بالظبط رايح جاي. طيب في الاي في ان ار تي السيركت ايه؟ السيركت ما بين انتي جريدلي ما بين النود والهيسبركينج سيستم وريترو جريدلي عن طريق الاكسسري باث واي. الاكسسري باث واي ده ايضا يكون هو رايت سايد سبتل او فري وول او يكون ليفت سايد. طيب الاتريوم والفنتريكل جزء من السيركت، لازم شويه اتريال تيشو شويه فنتريكل تيشو يبقوا جزء من السيركت، وبقيه الاتريوم وبقيه الفنتريكل اكتيفيتد باسفلي. وهنا الاتريوم والفنتريكل اكتيفيتد ان بارلل. طيب لما هاجي اعمل ار في اوفر درايف بيسنج انا قريبه من السيركت ولا بعيده؟ لا انا في الاغلب قريبه، لو انا كنت في الرايت سايد اوف ذا هارت هكون بعيده شويه لو الاكسس ده ليفت سايد. طيب انا هانترفين مع السيركت دي في انهي لمب؟ الريتروجريد لمب اللي هو الاكسسري باث واي. تمام؟ طيب
طيب انا قريبه ولا بعيده من السيركت على حسب مكاننا. طيب وقت الترانزيشن زون اللي هو في ويف فرونت حاصله في الفنتريك نتيجه البيسنج وفي ويف فرونت حاصله نتيجه الانتي جريد كوندكشن من الاكسسوري، هحتاج وقت طويل ان انا اقدر اسرع التاكي كارد دي؟ لا مش هحتاج وقت طويل، انا نيرلي قريبه لو انا رايت سايدد، يمكن بعيده شويه لو انا ليفت سايدد. طيب الكيو ار اس كومبلكس على السيرفيس اس جي هيكون فيوجن ما بين الاثنين، جزء منه البيسنج وجزء منه الانتي جريد ويف فرونت اوف ذا تاكي كارد. طيب بعد شويه من البيسنج هيبقى الكيو ار اس مورفولوجي شكله ايه؟ شكله بيورلي بيست ولا شكله فيوجن ما بين الاثنين؟ هيبقى فيوز ما بين الاثنين، لانه هتفضل انتي جريد ويف فرونت شغاله وهيفضل البيسنج بتاعي شغال، مش هيحصل ابدا انه يبقى ابر هاند لواحد فيهم. طيب في الفتره دي اللي هي فتره الفيوجن ما بين البيسنج وما بين التاكي كارد اللي هي الترانزيشن زون، هقدر افكت الاتريوم ولا لا؟ هقدر افكت الاتريوم لانه مفيش حاجه تمنعني ان اوصل للاتريوم، انا خلاص مجرد ما عملت بيسنج قدرت اوصل عن طريق الاكسسوري باث واي للاتريوم وسرعه. في فتره الترانزيشن زون ده انا حصل لي فيوزد كيو ار اس مورفولوجي وحصل اتريال ريسيتنج وانا لسه بوصل للمنظر بتاع الستيبل كيو ار اس مورفولوجي. طيب وقت ما اقفل البيسنج في الفنتريكل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه ثم يحصل في زي ما كان التاكي كارد شغال عادي، مفيش ما يمنع انه يحصل انتي جريد كوندكشن على على النود. طيب الاتريال اكتيفيشن سيكونس برضه كومبيرد للاي ان ار تي نفس القصه، انا راجع في ريتروجريد لامب اوف ذا تاكي كارديا، فلو والله الاكسسري دوت ليفت سايدد فهنبقى اكسنتريك اكتيفيشن ديورينج البيسنج وديورينج التاكي كارديا. تمام. السيركت الثالثه الاتريال تاكي كارديا، الاتريال تاكي كارديا اللي بنقصدها هنا هي الفوكال اتريال تاكي كارديا او المايكرو ري انتري، حصل رايت سايدد او حصل ليفت سايدد، الاتريوم هو بس الجزء من السيركت، الفنتريكل ما هوش جزء من السيركت، وبقيه الاكتيفيشن للاتريا والفنتريكل بيحصل باسيفلي زي ما بيحصل في ساينس رسمي. طيب وقت ما هعمل بيسنج من الفنتريكل ديورنج الاتريال تاكي كارديا ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه ممكن ما يحصلش حاجه لانه ما عنديش ريتروجريد كوندكشن من الفنتريكل للاتريوم على الهيسبركنجي سيستم. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل انه يحصل برضو اوفر درايف بيسنج زي ما حصل في الاي ان ار تي والاي في ار تي، انه في الاوفر في الاتريال تاكي كارديا او في الاوتوماتيك تاكي كاردياز انت لما بتعمل بيسنج اسرع من التاكي كارديا فانت تقريبا بتكون وقفت التاكي كارديا دي عشان تبقى ريسيومد بعد ما توقف البيسنج، فالكوندكشن مع البيسنج هيبقى راجع في الهيسبركنجي سيستم، فهيكون الاتريال اكتيفيشن سيكونس بتاعنا كونسنتريك السيبتوم فيرست ثم اي بقى اتريوم رايت اتريوم وليفت اتريوم، عكس لما كانت التاكي كارديا شغاله. لما كانت التاكي كارديا شغاله الاتريال اكتيفيشن سيكونس ممكن هيبقى اكسنتريك، لو انت في رايت اتريوم هيبقى رايت اتريوم فيرست ثم السيبتوم، لو انت في الليفت اتريوم الليفت اتريوم الاول وسط السي اس الاول ثم السيبتوم، فالاتريال اكتيفيشن سيكونس وقت ما عملت ار في اوفر درايف بيسنج اتغير، ده مختلف عن الاي في ان ار تي والاي في ار تي. طيب وبعد ما هتوقف التاكي كارديا هيحصل ايه؟ طيب الايه اللي حصلت في الريتروجريد دي هتقدر تنزل تاني على النود وترجع للفنتريكل؟ في الاغلب ده مش هيحصل لانه هتكون النود ريفراكتوري، فهيكون الريسبونس بعد ما اقف البيسنج في اي ثم الاي اللي بعديها للتاكي كارديا هتقدر تنزل على النود لانه الاتريوم ملوش اكسس تاني للفنتريكل غير الاي في نود. الريسبونس دي ممكن تتغير او ممكن تتغير لو التاكي كارديا بتاعتي بطيئه شويه، ولو انا استخدمت ايزوبرينين عشان ديوس الاتريال تاكي كارديا زي ما بيحصل انه الاي في نود كوندكشن يتحسن والتاكي كارديا ممكن ما تكونش سريعه، فيكون الريسبونس بعد ما اوقف البيسنج في اي في ريسبونس، ودي يسموها سودو في اي في ريسبونس. طيب بعدي عن السيركت برضو زي الاي في ان ار تي، الاي في ان ار تي كانت بعيده فالاتريال تاكي كارديا انا بعيده اكتر عن السيركت فالبي بي اي بتاعتي هتكون طويله، والفي اللي هتبقى ريكوردد بعد ما اوقف البيسنج هتكون بعد فتره طويله. طيب خلينا نشوف تريسنجز بقى علشان نشوف نابليكيت دوت على اي سي جيز. مين معايا؟ رحيب. لما يكون عندنا اي سي جي في انترا كارديك الكتروجرامز وفي تاكي كارديا وفي بيسنج، اسهل ان احنا نبص على التاكي كارديا ثم نبص على البيسنج علشان نبقى عارفين، اول حاجه نبقى عندنا داتا عن التاكي كارديا ثم نبقى عارفين هو يقصد ايه بالمانوفر او بيدور على ايه في المانوفر. التاكي كارديا هنا نارو كومبلكس تاكي كارديا. تمام. هنا
هنا الديستال، هنا البروكسيمال سي اس اس، وهنا الديستال سي اس اس. الاتريال اكتيفيشن بتاع الاكسنتريك هو جاي من الديستال للبروكسيمال. تمام يعني دي معظم المعلومات اللي احنا واخدينها من التاكي كارديو. تمام ايه تاني؟ طيب في ايه؟ مفيش حاجه. اوكي عملنا، طيب هنعمل بيسنج من الار في. تمام كده عملنا يعني حصل ده بالفنتريكولار بيسنج. احنا ما عندناش اي هي ترانزيشن اللي كانت موجوده في الاول، احنا مش شايفينها. هو الفي 1 ليفت باند المورفولوجي، فده في ار في بيسنج. تمام البيسنج بتاعنا كان على 370، احنا اسرع من التاكي كارديو، عملنا انترينمنت ليها. الفي اي البي اي سيكونسز بتاعتها صح برضو، شكلها زي يعني جاي برضو اكسنتريك في البيسنج. في البيسنج ما بشوف بس ما البي اي يعني الليت اكتيفيشنز بتاعتها على اللي هي اول واحده خالص، هي دي على الهيس صح 7-8 اول اير ايرلست اي مع الفي بيسنج. مع الفي بيسنج 7-8 ويمكن الهيس فار فيلد فمش باينه قوي. طيب بس 7-8 7-9-10 ويمكن ممكن تكون اثر خارجه بره السي اس خارجه بره. اوكي مفيش مشكله. وهنا مش واضحه قوي. تمام بعد ما وقفنا البي بي اي بتاعنا 700، بس انا برضو مش متاكده ان احنا عملنا انتريمنت للاتريوم بتاعنا مظبوط. هو حاطط هنا انترفلز انه 370 ده الـ ده البيسنج اللي كنا بنقول ده البيسنج سايكل لينس كان 370، وعلى الاتريوم بيقيس بيقول ان احنا صرعنا التاكي كارديا وانه دي اخر انتريند ايه، دي اخر اتريا اتريال سيجنال اتسرعت. في عندنا قلنا البي بي اي اللي هو ده 702، هل انا اصلا من 390 فصح ارقام كبيره شارع بعيده خالص. طيب بعد ما وقفنا بقى نشوف الريسبونس اللي حصل بعدين. في اي المفروض ان دي في، بس الفي اي اللي هي دي اخر واحده انتريند اللي هي دي. لا اعتقد انها اطول، لان هي اصلا الفي اي تايم ديورنج التاكي كارديا كان طويل. فصعب ان هي تكون عامله انتريمنت ليها. مش بيشتغل. صعب ان هي تكون ايرلي قوي كده، يعني غالبا هتبقى الطويله اللي بعدين. هو اخر ايه انتريند هي دي اجري ولا لا؟ يعني ثينك انها الاطول، يعني الاي اي دي والاي اي دي انهي اطول؟ يعني في اي تايم بتاعنا هي دي اخر انتريند. ايه هو حاطط لنا كاليبر والاي اي دي حتى فيجولي اقصر من الاي اي دي، فدي اخر واحده انتريند وكده ريسبونس في اي اي في ريسبونس. تمام معاكي، بس انا بس الاعتراض على حاجه واحده بس، ان احنا التاكي كارديا نفسها لما كانت موجوده كان الفي اي تايم بتاعنا طويل قوي، فعلشان تبقى تكون قصيره قوي كده مع الار في بيسنج بتبقى صعبه شويه، هتبقى انتريند معاها تبقى شورت قوي كده وراها، يعني دي الفي اي بتاعت الانتريند اللي وراها. هو الفي اي في الـ اوكي الفي اي وقت البيسنج كان يعني الفي اي ديورنج التاكي كارديا ما هيش تو انترفل، لكن الفي وقت البيسنج ده الكوندكشن ما بين الفنتريك لحد ما وصلنا للاتريوم، فهما مش كومبارابل ببعض، لكن الريسبونس دوت ايه اتريال تاكي كارديا. تمام تبقى اقصر ملهاش علاقه ببعض زي الفي اي اللي انت اللي احنا كنا عاملينه، لان ده اكشوالي بيعمل اوفر درايف سبريشن، مش هو ملوش علاقه بالميكانيزم خالص بتاع التاكي كارديا. يعني باخد بالي بقى ملاحظه الملاحظه دي، هو دايما نقارن ما بين التاكي كارديا مع بالظبط اللي هيجته ايه ده اللي هو يشككك بقى ان هي تكون سودو في اي اي في، ده لما يبقى الفي اي تايم الاستيمولس تو اي تايم اقصر من الفي اي تايم، بس ده في حالات اللي هي في اي في ان تكون الفي الاي لينك سوري ناس انه في في اي لينك انه الاي لينك للفي، حصول الاي او حدوث الاي كان معتمد على حدوث الفي، لكن في الاتريال تاكي كارديا ما كانش ده معتمد على ده. وبتعرفيها حضرتك بقى من النقطه اللي هي الدكتوره شيرين قالت ان هو اللاست انتريند بيت، ما تلاقيش اللاست انتريند بيت اللي عليها السهم دي، هتلاقيها اللي بعدها لو هو ده، انما هو هنا دي اللاست انتريند اللي على 370 هي الانتريند على التاكي هوا في ايوه. انا سريعا هجو دكتور احمد باشا. طيب التريسنج تاني حد حد يقول حاجة؟ طيب الجزء اليمين من التريسنج هو التاكي كارديا، والتاكي كارديا دي نارو كومبلكس تاكي كارديا ليها 1 تو 1 ريليشن شيب، والفي اي تايم طويل ده شكله اكتر من 70 مللي سكند طبعا، وبيقول لنا التاكي كارديا سايكل لينس كانت 500
واحنا كنا بنبيس من الفنتريكل والبيسنج سايكل اللي بتاعتنا كاتبها 420. وبعدين احنا اول حاجه نتاكد هل كنا انتريننج ولا لا. بالظبط. فاحنا لما نشوف الايه هنلاقي ما حصلش اكسلريشن للاتريوم على ريت البيسنج ما اتغيرتش، يبقى احنا ما نقدرش ان احنا نحكم على ال، يبقى احنا ما عملناش، يبقى كده في اي ديسوشيشن. طب الفي ديسوشيشن دوت ديسوشيشن هي اكسكلود الاي في ار تي. بالظبط كده. وموست كومنلي هتكون اترال تاكي كارد. دقيقتين مش هطول، سريع. ما هو كونك قدرت ان انت تبيس من الفنتريكل وما سرعتش الاتريوم، خدت وقتك وما سرعتش الاتريوم، معنى كده انه حصل في اي ديسوشيشن. في اي ديسوشيشن ده هيكسكلود ان احنا عندنا اي في ار تي، لكن موست بروبلي اتريال تاكي كاردي، وارد يحصل مع الاي في ار تي. طيب دي ده تريسنج سهل قوي برضه. ده كومبلكس تاكي كاردي ليها 1 تو 1 ريليشن شيب، الفي اي تايم فيري شورت، تمام، هو ايسونوت اولموست زيرو. تاكي كاردي سايكل لينث كانت 310 ملي سكند، بن بيس من الفنتريكل. اهم حاجه متاكدين ان احنا كابتشرنا في الفنتريكل وسرعنا الاتريوم، تمام. اخر اتريال بيت انتريند هي ديت، وبعديها تاكيكاردا ريسيومد. الريسبونس ده يبقى ايه؟ في اي في ريسبونس. طيب هو هنا كمان عايز يوري الدلتا في اي. احنا كنا بنقول ان وقت التاكيكاردا كان الاكتيفيشن الاتريوم والفنتريكل ان باراليل، لكن وقت البيسنج والار في اوفر درايف بيسنج كان الاكتيفيشن ما بين الفنتريكل والاتريوم ان سيكونس. فالدلتا في اي تايم ده كوم اللي بقى سين هنشوفها واحنا بنعمل انتريمنت، بيبقى الرقم بتاعه اكتر من 85 ملي سكند. يمكن دي الفائده من السلايد. طيب السلايد دوت بيورينا بدايه البيسنج. هنشوف الجزء الشمال من التريسنج هو نارو كومبلكس تاكيكارديا ليها 1 تو 1 ريليشن شيب، والفي اي تايم بتاعنا يعني شكله اكتر من 70 ملي سكند. وبعدين ابتدينا البيسنج. بدايه البيسنج ده يقدر يفيدني في حاجه؟ بدايه البيسنج بيبقى عايز يوريني انه دي الترانزيشن زون حصل ايه. انا ابتديت ابيس من هنا، والاول ما كابتشرش، ما كان حصلش كابتشر، وبعدين بنبيس بعديها ابتدى الكي ار اس كومبلكس شكله يتغير شويه لحد ما وصلت للستيبل كي ار اس مورفولوجي من اول البي دي او يمكن البي الثانيه، تمام. صح انه البي دي عشان اقول انه المنظر ده فيوجن، انا دقيقتين بس، دقيقتين وخلاص، هما ادوا اللي بعديها خلاص. عشان اقدر اكومنت على الاي سي جي ده واقول ان ده فيوجن، محتاجه حاجتين، محتاجه الاي سي جي ديورينج تاكيكارديا والاي سي جي ديورينج ار في بيسنج. بس هو اللي حط تريسنج بيقول ان ده حصل فيوجن، تمام كده. طيب حصل فيوجن وبعدين حصل ايه في الاتريوم؟ الفيوجن ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا انه الفنتريكل جزء من السيركت، والفنتريكل جزء من السيركت في الاي في ار تي، بس الاي في ار تي والاتريال تاكيكارديا ما هوش جزء من السيركت، وده الوحيد اللي يتقال عليه انتريمنت. انتريمنت يعني حصل عمل ريسيتنج للتاكيكارديا، قدرت تسرحها، وفي نفس الوقت حصل مانيفست فيوجن على الكي ار اس كومبلكس. طب الداتا الثانيه اللي اقدر اجيبها من الترانزيشن زون او بدايه الانتريمنت ده، ان انا قدرت اسرع الاتريوم على طول، وقدرت اسرعه قبل ما يحصل فيوجن او يحصل الستيبل كيور. بالظبط قبل الستيبل كيور اس مورفولوجي قدرت اسرع الاتريوم، لانه الاتريوم كان ليه اكسس عن طريق الاكسسور. فدي اي في ار تي ودي ترانزيشن زون بتاعتها. دي الاي في ار تي والترانزيشن زون برضو. التاكي كارديا ابتدى يوريني البيسك من الاول. طبعا هنا كان بيبقى التاكي كارديا سايكل لينث 300، هو بيبيس اسرع منها 290 ملي سكند. ابتدى البيسك، ما كانش بيكابشر في الاول، وبعدين ابتدى يحصل البروجريسيف فيوجن، ثم حصل الستيبل كيو ار اس مورفولوجي. طيب والاتريوم ابتدى يسرع امتى؟ تسرع بعد ما الكيو ار اس كومبلكس بقى بيورلي بيز مورفولوجي، ابتدينا اوصل للاتريوم واسرع الاتريوم. فالجزء الاول من البيسنج ممكن يفيدني لو انا قدرت اسرع الاتريوم واعمل فيوجن او ابقى اخد ستيبل كيو ار اس مورفولوجي، اقدر اقول انه دي بروفيشنال دي اي في ار تي ولا اي في ار تي. حد يقول بسرعه دولت عشان نقفلوا علينا. طيب دي نارو كومبلكس تاكيكارديا ليها 1 تو 1 ريليشن شيب، والفي اي تايم يعني فيري شورت، لوكس ان هو اقل من 70 ملي سكند، مش اي سي، مش دين كاليبرز. وبعدين كنا بنبيس من الار في ايبكس. دي واحده خلاص، دي واحده خلاص.
وبعدين كنا بنبيس من الفنتريكل، اتاكدنا ان احنا كنا مكابشرين في الفنتريكل، وبعدين بنسرع الاتريوم. لا فيجولي احنا سرعنا الاتريوم تمام كده. واخر ايه في دي اخر اتريال سيجنال اكسلريتد تمام كده. طيب وبعدين الريسبونس بعد ما وقفنا البيسنج في اي اي في ريسبونس صح كده. لو احنا في وبعديها اي وبعديها اي وبعديها في تمام. طيب الريسبونس ده هيقول انه ده اي في نارت انه ده اتريال تاكيكارديا. لا لازم نشوف اخر اكسلريتد اي عشان نشوف ان احنا الفي اي تايم بتاعنا اخباره ايه. فهنا دي اخر اكسلريتد اي. نحسن كم بالظبط كده. ان دي تاكيكارديا ليها فيري شورت اي في انترفال. دي تاني حاجه نسيبه في اي في بالظبط كده. دي اي اتش اي في بالظبط كده بالظبط كده. انه السودو في اي ريسبونس ممكن تحصل لو انا عندي فيري شورت اي في تايم. وان لو بصينا على التاكيكارديا هنلاقي انه الاي شويه بتسبق الفي. خلاص كفايه.